بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فواز بن علي المدخلي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا يقول: عندنا شاب سلفي دائما يخفف من لحيته. دائما يخفف من لحيته ودائما ننصحه ولا يبالي، فهل نهجره لمعصيته؟ هذا بلاء وداء متفشي، مع الأسف الشديد، حتى في كثير من المنتسبين إلى السنة، بل في المنتسبين إلى السنة من يحلق لحيته، بارك الله فيكم. فإذا كان هذا ينفعه فلا بأس أن يهجر، بارك الله فيكم، إذا كان يحلق لحيته أو يأخذ منها، لأنه إذا أخذ منها تشبه باليهود وتشبه بالروافض، ومن تشبه بقوم فهو منهم، بين له هذا، من تشبه بقوم إن كان يحلق فهو يشبه اليهود والنصارى، وإن كان يأخذ منها كذلك يتشبه بالروافض وباليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فليتنزه، بارك الله فيك، عن مشابهة هاتين الطائفتين العدوتين لله ولرسوله ولكتابه. قدمت لكم هذه المادة من موقع فواز بن علي المدخلي.